لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا خردة يا عيال، من يبي عشاء اطلب له معي؟ انا بس اسمع، استنى شوي يمكن ياسر يجي. يا ابن الحلال، ياسر له اسبوع ما جاء الاستراحه، طلب سلامته. ياسر مريض. امه مريض، وش فيه؟ ما ادري، مرض. ها، وش مرضه؟ مرض من الامراض التي تصيب الانسان. فاكي ياسر مريض ولا ايش؟ اتوقع انه مريض لانه ما جاء الاستراحه من زمان. يا ابوي دزها انت وتوقعاتك. شكش، جاك علم عن ياسر؟ سمعت عنه شيء؟ يا ابوي دقيت عليه اكثر مره ما يرد، شكل كلامك كفته صح. يا عيال هذا خوينا، لازم نسال عنه، دزيناه لبيتهم وحنا راجعين ناخذ لنا اكل محلي. يلا هيا. ياسر بخير؟ ما في الا عافيه، انتم ما تشوفونه؟ الا بس لنا كم يوم ندق عليه ما يرد، فقلقنا عليه قلنا نجي نطمن. حياكم الله بيتكم محلكم، ياسر صديقكم واخوكم من زمان. وابشر بعلمه بعلمه انكم جيتوا وسالتوا عنه. احنا جايين نبغى نروح ناكل في المطعم. أبد، حياكم الله، انتم في بيتكم مش تاكلوا في مطعم، غداكم موجود وكواتكم الحين تجيكم. لا يا عم كفته، قصده انه احنا معزومين على الغدا. كثر الله خيرك. هو صادق، كثر الله خيرك. اسمع يا كفته، لا عاد تعطي توصيات على مطاعم، ذوقك ماش. يا ابوي حرام عليك، اكله مره طعم. لا يا شيخ، انت ما عندك مشكله، الاكل زين مو بزين فرامه ما شاء الله عليك. الحين وراك انت وياه رايح عند ابوي تقول ولدك ما نشوفه؟ اشغلت امي وابوي، الله يشغلك انت وياه. ابوك التصريف البطله. تعال تعال علمنا وينك زابن لك كم يوم. والله لا زابن ولا شيء، صرت اطلع مع جروب ثاني، اطلق من جو الاستراحه، جوهم رايق. جوكم عزايم؟ وش دخل عزايم؟ وهو صادق، على شكلك ولبسك كنك جاي من عزيمه وطاقها احلى مفطح. انتم اخر الناس تتكلم عن اللبس، وش عرف كنت وياه هذه الموضه؟ بس تبون الجد؟ يا عليهم جو، عليهم فخامه، تبون اكل، تبون مواتر، تبون كل شيء، اسواق، تمشيه، تي 1، فرفره. طب عادي تدخلنا معك بذا الجو؟ والله اذا تبغى تدخل معنا يا عامر يبغاك تغير اشياء كثيره مره. اشياء كثيره فيني انا؟ مثل وشو؟ اسمك، لبسك، شماغك، مشيتك، وبين بينك طاقيتك. طيب لو جيت ببنطلون والتيشيرت يمشي؟ يا قد مكنت يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون بطلوها من زمان، الحين ثوب السلك الكريمي هو ترند عند عيال شمال الرياض، ويبيكم تشترون سماعة ايربودز وتحطون واكس على شعوركم. اقول لك انا ما عندي واكس، ينفع احطه على شعري زيت؟ زيت اجل. يا حبيبي انتم يبغالكم تدريب نظري وعملي وبروفا قبل الطلعة، خاصة انت يا بابا سنفور. قصيت سماعتي عشان تصير زي سماعتك. السموحة ياسر، امسحها في وجهي هالمرة، تعرف خوينا درج، الحين وش المرحلة الجاية اجعلك تسلم؟ وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. أما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر، وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر، موتر كفتة ما يواكب المرحلة أبدا. انزل انزل، وش عرفكم انتم؟ We'll be right back.
فوف 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 سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا يقلدونا. ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصون المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه يا ابن الحلال؟ الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لنا نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها واطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك وابشر بعزك. هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي؟ جبها. انا ما راح اركب معاكم. دار انك طفران يا ابن حلال، جيب اللي معك. انا معي 20 ريال. تنفع تنفع، نستب فيها الكفرات. جبها. عطها. يا عيال الطابور ده متى يمشي؟ لا يخلص التيون. اما يخلص. ترى مو بحفله، يحس بحفله التيوان. شارع ترى مو بحفله. شارع؟ اي شارع ما يخلص. اوكي. خلوه علي يا عيال. يا عيال من لي سيارته محروقه برا، يلحق عليها بسرعه. وانت ترى ما طلعت معهم؟ انا جايب تاكسي. جايب تاكسي؟ اي تفضل تفضل. لا 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 انت قبلنا امشي. لب الموتر الفخم يا عيال. كويس يا عيال لحقنا على اخر موتر، ولا كان ضاع الجدول. المهم يا عيال طق الثقل ولا تتلفتون واجد. ولد شو قلت لكم انا؟ ليه؟ لان اي واحد مع موتر فخم يتلفت واجد يعني مستاجره. راحوا عادي. هلا والله بالعيال. الحين وش الجدول يا الخوي؟ بنروح للعيال كاشتين. اما عاد هالموتر الفخم وذا اللبس والاخير نكشت. وش عرف كنت وجهك؟ بتشوف الجدول كيف؟ وابيكم تطقون الثقل لا تفشلوني معهم، وابيكم بعد كل كلمه تقولونها تجعلك تحيا، تجعلك تسلم والله يحييك، كذا النظام. طيب الله يحييه. حتى اساميكم ما تمشي مع كشختنا. ايه حتى اسامينا الحلوه بتغيرها؟ أمانة يا عامر اسم شكش حلو؟ قل عادي لا تستحي. بصراحة يا شكش أحمد ربك إن نماشيك على ذا الاسم. شو كان يدلعونك يوم كنت صغير؟ كان يدلعوني شكشوكة. شوف خذ لك شكشوكة فضيلة. كلكم يا عيال لازم أغير أساميكم. أنت يا عامر راح يكون اسمك نايف بن تركي. أتحداك الاسم البطل يجي نايف بن تركي ونسحب العامر. أنت يا شكش مشاري بن محمد. أنا أبغى اسم يحيى لأني أنا أحب اسم يحيى. لا 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 انت اسمك يا كفته مشعل بن سعد. كل واحد يحفظ اسمه زين يا عيال. ها لزوم لها يا جعلكم تسلمون. يا زين سوالف يا بعد راسي والله، لكن شنقها يبيلها زياره ثانيه باذن الله. نبي نسافر لها ضروري والله لازم. يا بعد عيني والله. فيصل سم الله يحييك. ما كنا هذا ياسر بن فيصل اللي جاي؟ إلا هو. يا هلا وسهلا. يا هلا مرحبا. وعليكم السلام. مساء المباركة. أهلا وسهلا. أعرفكم على أخوياي نايف بن تركي. مشعل بن سعد. مشاري بن محمد. حياكم الله يا مرحبا. الله يحييكم يا رب. أعرفكم على أخوياي فيصل بن ناصر. مساعد من فيصل خالد بن تركي. يا هلا وسهلا فيكم نورتوا. يا علي صب القهوة. ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا الكشت الكيوت؟ الكيوت عيونك الله يسلمك. استريحوا استريحوا حياكم الله. هلا وسهلا. إلا هالبركة هالجي ياسر. الله يعطيك خيره ويكفيك شره. أردم تركب جلك تحيا. الله يبارك بأيامك إن شاء الله جعلك تحيا. أحلى ما فيه لوحة مميزة ورقم فرد. جعلك سالم موترك ذا طلبية خاصة؟ لا 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 أخذناه من المحل. إيه الله يطول لي عمرك طلبية خاصة. اسكت تقول له الحقيقة إنك ما أخذه من تأجير سيارات. لا تكون كاذب جعلك تسلم. يبيلها دبي تجعلك مضخر إن شاء الله.
والله بالنسبة لي أنا وخالد طيارتنا على كان بكرة الصبح، إن كانكم تبون تخوننا أعز من يجي الله يحييكم. الله يسلمك، لو قلتوا لنا بدري كان حجزنا ولقينا تذاكر أرخص، لكن الحين التذاكر نار جعلك تسلم. لا لا سلمك الله، حنا مستأجرين طيارة خاصة ولا فيها إلا أنا وخالد، الله يطول لي بعمره جعلني مبكيه. لا وماخذينها بسعر طيب طيب حيل، من الأخير لقطة تخيلوا ذهاب وعودة ما كلفت 250,000 ريال. يا ساتر، كأن حقه دي أبويا في القمر ولا زحل. السعر ولا في الخيال، توفقتوا فيه جعلكم تسلمون. جعلكم ما ترجعون. زبدة يا عيال، وش تبغون نعشيكم؟ العشاء خلوه علي، بس أهم شيء العزبة والمة. وش قال؟ يقول عزبة ونيس الله يحييك. أي عزبة، وراك شادها أنت. وش عزبته الله يفشلك. اي فيصل الله يطول لي عمرك، نبغاك تشوي لنا برجر بس ابغاه ولدا مو بزي اخر مره لانه ما عجبني الله يسلم. ابد ابد تامر بها. وانت يا نايف؟ ها مثل ياسر. وانا نفس طلب عامر. عامر؟ لا انا اقصد طلب نايف، جعلك عامر سالم. يا كابتن انا ابغى اثنين، واحد كذا وواحد كذا، نفس طلبه القديم اللي ما عجبه والجديد اللي ان شاء الله يعجبه. هيا ما يصير خاطرك الا طيب، الحين بكلم السواق ويجيب الاكل هنا. الا يا جماعه الخير ودي اسالكم سؤال، المصروف اللي اعطاني اياه الوالد هالفتره احسه مره يكفيني واحيانا ما ادري وين يروح. انتم زيي ولا انا لحالي بس؟ اوف صاروا زينا مطفرين. كلنا مثلك، جعلك تحيا وتدوم. اجل اشوني ماني بالحالي، قبل 3000 ريال ما تمشيني يوم، الحين 5000، العصر هي رايحة. آخر اليوم ولا آخر الشهر جعلك تسلم، شكلك ملخبط. سمعت ايش قال؟ لا يوم ما هو شهر. يا أخي دمك خفيف أنت. الحين أنتم مش جوكم؟ ما غير جعلك تسلم والله يحييك، جعلك ذخر الله يحييك. ما في بلاي ستيشن بلوت وفلة. أنطم جعلك تحيا. أبشر الله يحييك. إلا ما سمعتوا أغنية البارت المحذوف الأخيرة؟ اي واحده الله يحييك. دقيقه ابغى وين جوالك؟ انا ما عندي الا شيلات. ابويا كيفك الله يحييك. لا 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 لا، ايش ملابس جديده وتغير كلامك؟ ايانك لك يومين ما جيت البيت. علمني يا كفته ايا كنت. لا تقول كفته، انا اسمي مشعل بن سعد الله يسلمك. اوه مشعل، يعني غيرت اسمك وتبريت مني ها؟ تعال اوريك يا مشعل، تعال تعال. اي اي ابويا. صبحك الله بالخير طال عمرك. الله يصبحكم بالخير يا ولدي يا عامر، يا هلا. كيف اصبحت الله يحييك؟ بخير عساك بخير. صب قهوة انا ابوك. انا اصب قهوة؟ ورا ما تجيب قهوتي جعلك تسلم. قهوتي بالبيت وانت موجود. مع انك نسفت الجبهة طال عمرك لكن تمون الله يحييك. عندي لك طلب الله يحييك، تبيني اقدم لك معروض طال عمرك؟ ما شاء الله صار كلامك راقي، صرت فاهم، تعرف كل شيء. ما فيه ولد اللي يقول لابوه اقدم طلب. اطلب اللي تبي. سمى القهوة طال عمرك. بسم الله. الموضوع بخصوص المصروف اليومي جعلك تسلم، نبي نرفعه من 20 ريال إلى 2500 ريال، طول الله عمرك. المصروف اليومي من 20 ريال إلى 2500، خير وش اللي صاير وأنا أبوك عام؟ تعرف الله يحييك أنا شغالة بغير كل شيء فيني إلا أهلي، أحاول ما أغيرهم. عجيب والله، بتحاول؟ بحاول بس ما أضمن لك جعلك تسلم، لأنه حتى اسمي غيرت النايف بن تركي، ما عليك زود مقدمة. وأنت تو تقول جعلك تسلم إنه أسلوبي عاجبك صح ولا لا؟ علشان كذا لازم نتعايش مع خطة التغيير ونرفع شوية المصروف اليومي. أسلوبك هذا ما عاد يعجبني، أرجع لأسلوبك الأول أبو 20 ريال، أركد فديتك وتحدوك. هلا أمير الله يحييس، أنا الحين في أمريكا في الشانزليزيه، إيه معي العيال وكذا والربع والأخويا. تامريني شيء من هناك؟ أبد. تبين كليجة؟ تبين ضباء ولا ما لدها؟ لا أبوي أبوي جاء، أبوي جاء، مع السلامة. بلشت فيها ذي. يا الله سلامات، ورا ما لبست نبي نروح العود سكوير.
ما اقدر اروح معاكم، ابوي اكتشف الموضوع وضربني. افا ايش دعوه يا مشعل بن سعد؟ لا تقول مشعل بن سعد، انا اسمي كفته. احسن لا تروح معنا، وجهك شبهه. ليه ما جبتوا لي قهوه بارده؟ قهوه بارده في عينك يا دبشه، الله يحييك. هذه ايس وايت موكا، المشروب المفضل العيال، صاد سكوير والتي 1 وعود سكوير. ما يحتاج تشرح له، هذا حده شاي حليب. يا عيال بتكفي الاستراحه وماني جاي معاكم، لانه ما يحتاج تقول، كل شيء واضح. امشي امشي، خلنا نلحق على فيصل بن ناصر الله يسلمك. الله يحييك، يلا تفضل. الله يكثر خيرك اخوي فيصل بن ناصر، ما قصرت الله يحييك. اي والله ما قصرت، ما شاء الله. من وين جايبينها؟ من روضه خريم. لا تنسى بكره عازمك على الغداء انت وياسر الله يسلمك. تم تم الله يحييك، تام الامر. ممتاز الغداء ممتاز. بالعافيه اقول، ان شاء الله كل جاز لكم. هو اللي بالخاطر كان ودكم تخوني كان، بس على العموم ان شاء الله كذا زين وعجبكم ان شاء الله يا رب. حياكم الله، يا هلا والله. بصراحه ما شاء الله ممتاز البطل، بس اللحم كثير وساده ما في رز. لو حاطين نفرين رز كان قسما بالله دقينا في الاكل دق، ولو مع سلطه مطحون بعد يجي يا ولد. يا حليلك يا اخي، دمك خفيف انت يا اخي، تمر ونيس. عامر دايم الله يهدم. نايف من تركي. نايف نايف دايم نايف دايم دمه خفيف مره. الله يعافيكم ان شاء الله. بقول لكم شيء، شفت المطعم ذا؟ من احب المطاعم عندي، كل ما اروح فرنسا اكل فيه. ما صدقت على الله انه يفتح في الرياض، كل يوم انا عنده. واقول لكم شيء، سعره ارخص بعد بكثير، بس ان شاء الله كل جاهز لكم. اي والله جاهز لنا. بس بكم قطعه اللحم؟ قطعه اللحم يعني ما هي كثيره، يعني 850. كم؟ يعني تقريبا ب 850. بس المشكله وين؟ عشان تاخذ اللحم تحجز من اسبوع، حجوزات وعليها طقاق. 850 850 1 2 3 4. القطعه الواحده ب 850؟ اي 1 2 3 4 5. هو اكل 2 7 وانا 1 8 9 10 19 8500. ترى ما في شيء غريب، عادي يعني. 8500 كان جبنا 10 نعيمي، صح ولا لا؟ ها؟ لا. حياكم الله، تعشوا بالعافية إن شاء الله. الحين وش وضع السيارة؟ لازم نرجعها اليوم. لا يا شيخ، تبيني أرجع للهلي؟ ماني براجع، لو يصير اللي يصير. الله يقويك، لأن صار علي إيقاف خدمات بسبب هالسيارة، ولا قدرت أسدد. إن كانك تبي تجدد خذها وكمل الإيجار. ولا تنسى ترك دحت من راسك وعزمتنا على العشاء، وش بتسوي الله يطول لي عمرك؟ لا يا شيخ، أبعزمكم بقوى مطعم بالرياض، ولا هو بصاير فيصل أحسن مني الله يسلمك. ومن وينك الله يحييك؟ أنا أعلمك الله يبقيك. نفتح السوق بـ20,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود. 20,000 ريال، 20,000. 21. 21,000. 21,000 ريال. 21,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود يا جماعة. 21,000. 25,000. 25,000 ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود يا جماعة. 26,000 الله يحييك. أنت اللي بايع، طال عمرك هاي سيارتك. أي صح الله يسلمك. 25,000 ريال. حلالك، مبروك عليك، مبروك عليك. الله يبارك فيك. الحين أنت اللي شاري الله يحييك. إيه نفداك. أجل المرة الجاية حط على شنب كواكس، الله مير يسلمك. أبشر ولا يهمك، أوكس إيش نبي. سمى المفتاح. كثر الله خيرك يا نايف، لا خلا ولا عدم، جعلك تسلم. والله يحييك، جعله من يسر إن شاء الله. هلا من عسر، جعله بالعافية، جعله بالعافية. بس غريبة، شغله اليوم ماش، ما جاز لي أكلها مثل أول. والله صدق الشيف اليوم ما ضبط الأكل. بس كثر خيرك. 8,200 وتقول ما جاز لك، جعلك تغص. أقصد جعله يحدر، 8,000 يا رجال. 8,000 يا رجال ولا شيء، شكلك زبون ومسوي لك خصم. أنا ما قد جيت هنا وطلعت إلا ب10,000. أبى أعطيكم معلومة بس عن أخوي نايف جعله يسلم. مرة من المرات طالعين تمشى، قال أبغى تعشى. قلت سام وش تبغى؟ قال أبغى فول وتميس. مسكت على فول وتميس، تصدقون؟ رحنا وأكلنا وعينا من الله خير، جت الفاتورة. ناظر الحساب، إلا كم؟ 30 ريال. لو شفتوا وجهه كيف تضايق وزعل، والله ما تكملون أكلكم. راح يركض للكاشير، يا حبيبي هذه 3,000 ريال، عني وعن الموجودين كلهم، كريم جعله يسلم. اي صح صح. اقول بس يا مدير تعال خذ لك الباقي سفري، في واحد اسمه عامر بن علي بياكله بكره وبعده لمده اسبوع قدام، حتى بيصور سناب. يا اخوان ترى بايع سيارته توه، ادعوا له.
الله يسلمك، محتاجين وظروف صعبة، علينا إيقاف خدمات ونبي 5000 ريال حقة أجار الجي كلاس وعشا في العود سكوير. جعلك سالم مو بالدوسري حقتنا.